نشرة السادسة من قناة كاب 24 تي في بطنجة نستهلها معكم بأبرز العناوين. مديرية الأمن تهدد بمقاضاة كل شخص أو جهة تروج لاتهامات في حق مصالحها أو منتسبيها. الإعدام لستة مدنيين والبراءة لسبع وأربعين آخرين في قضايا أحداث رابعة بمصر. وفضيحة أخرى للفيفا بعد تصريحات ترامب بشأن مونديال 2026. إلى تفاصيل النشرة، أهلا بكم. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة في تصريح أن المضمون الإيجابي للقرار الذي اعتمده أمس الجمعة مجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية يعد ثمرة للعمل الجاد والحازم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تصدي لكل المحاولات اليائسة التي تستهدف المصالح العليا للمملكة. وأبرز بوريطة أن المضمون الإيجابي لهذا القرار هو أيضا نتيجة للتعبئة القوية بقيادة جلالة الملك لدبلوماسية المغربية ولكل القوى الحية للأمة من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية والوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن المملكة المغربية تشيد بالمصادقة على هذا القرار المتعلق بالنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأوضح بوريطة أن أهمية هذا القرار يرتبط بالسياق الخاص لاعتماده، وهو سياق يتميز على الخصوص بالانتهاكات المتعددة لوقف إطلاق النار من قبل البوليساريو بتشجيع من الجزائر، وبالمحاولات المتعددة لتغيير النظام القانوني والتاريخي للمنطقة الواقعة شرق المنظومة الدفاعية، وكذا بالتحديات المتكررة لسلطة مجلس الأمن والشرعية الدولية. كما يتميز هذا السياق، يضيف السيد بوريطة، بإرادة المجتمع الدولي بإعادة إطلاق العملية السياسية بقيادة المبعوث الشخصي للأمم المتحدة على أساس دينامية جديدة وروح متجددة مع استخلاص الدروس والإكراهات التي تمت مواجهتها في الماضي. في خبر آخر، حيث أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء وسلك جميع المساطر القانونية والقضائية في مواجهة كل شخص أو جهة تتعمد الترويج لاتهامات كيدية في حق مصالحها، وتحرص على إقحامها بشكل متواتر في إجراءات وتدابير ليست من صلاحيتها. وذكرت المديرية في بلاغ لها اليوم السبت بأن موظفيها ملتزمون بواجب التحفظ ويباشرون مهامهم القضائية تحت سلطة النيابة العامة، وينفذون أوامر السادة قضاة التحقيق وهيئة الحكم المختصة، كما يخضعون، يضيف البلاغ، لعدة مستويات من الرقابة القضائية والإدارية الكفيلة برصد أي تجاوز محتمل وترتيب المسؤولية اللازمة بشأنه، وهو ما يسمح بتوطيد مرتكزات الحكمة الأمنية من جهة ويضمن تطبيق السليم والحازم للقانون من جهة ثانية. بطنجة، حيث تمكنت المصلحة الولائية لشرطة القضائية يوم الخميس بناء على معلومات توصلت بها من توقيف أربعة أشخاص، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والمساعدة على الهجرة الغير المشروعة. المشتبه فيهم الأربعة تم ضبطهم متلبسين بالإعداد والتحضير لعملية تهجير 21 من المرشحين للهجرة السرية ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث تم العثور بحوزتهم داخل إحدى المنازل بمنطقة مسنانة على معدات للإبحار. الأبحاث الأولية أدارت أن منظم هذه العملية مواطن يحمل الجنسية الغينية كان ينوي تهجير المرشحين السالفي الذكر إلى إسبانيا انطلاقا من شاطئ مدينة أصيلة مقابل عمولة مالية متفاوتة عن كل مرشح، فيما تم توقيف الثلاثة الآخرين الذين ينحدرون من مدينة طنجة، وذلك من أجل المساعدة على الهجرة السرية والنصب. وقد تم الاحتفاظ بالموقوفين الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة. بطنجة دائما، حيث أمرت النيابة العامة المختصة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة فتح بحث قضائي للكشف عن جميع المتورطين في محاولة تهريب 490 كيلوغرام من مخدر الحشيش على متن شاحنة مسجلة بالمغرب كانت ترغب في العبور نحو إسبانيا. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط كانت قد تمكنت في عملية مشتركة مع عناصر الجمارك مساء أمس الجمعة
من إجهاض محاولة تهريب شحنة المخدرات المحجوزة بعدما تم ضبطها مخبأة في الهيكل الحديدي للشاحنة، كما تم توقيف سائقها البالغ من العمر 34 سنة. وأوضح البيان أنه قد تم إخضاع السائق المشتبه فيه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لا زالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف جميع المساهمين والمشاركين في هذه العملية والكشف عن كافة الارتباطات المحتملة لهذه العملية بشبكات إجرامية تنشط في المغرب أو على الصعيد الدولي. إلى الأخبار الدولية، والبداية من مصر، حيث قضت محكمة النقد المصرية بإعدام 6 مدنيين وحكمت بالبراءة على 47 آخرين في قضايا أحداث العنف في محافظة المنيا عام 2013 إثر فض تجمع رابعة. وأصدرت محكمة جناية المنيا في 7 غشت 2017 حكما بعدم 12 متهما حضوريا بينهم 3 أشقاء على خلفية اتهامهم بالقتل العمدي والتجمهر واستعراض القوة في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مطية، فيما حكمت بالسجن المؤبد ل 119 متهما بينهما 110 حضوريا والسجن 10 سنوات لمتهمين آخرين حضوريا وانقضاء الدعوى الجنائية لأربعة متهمين بالوفاة داخل سجونهم. وقتل مئات من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين وعدد من رجال الأمن في فض الاعتصامين في غشت عام 2013 بعد نحو 6 أسابيع من عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة. إلى شأن الرياضية، حيث أعلن فريق الوداد البيضاوي غياب مدافعه الشيخ إبراهيم كمرة عن مباراة يوم غد أمام المتصدر اتحاد طنجة برسم الجولة 27 من البطولة الاحترافية اتصالات المغرب. وحسب مصدر مقرب من الفريق الأحمر، فكومارا سيغيب عن هذه المواجهة بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة نهضة بركان يوم الأربعاء الماضي. وأضافت ذات المصادر أن هناك شكوكا كبيرة حول إمكانية مشاركة اللاعب وليد الكرتي في هذه المباراة نظرا للإصابة التي تعرض لها في مباراة الكوكب المراكشي على مستوى الكتف. جدير بذكر أن مباراة الحمر أمام فارس البوغاز ستجرى يوم غد الأحد ملعب طنجة الكبير انطلاقا من الساعة 4 عصرا. رياضيا دائما، وفي أول رد له على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في بيان له: القاعدة عامة لا يمكننا التعليق على تصريحاتنا بعينها، لها صلة بعملية الترشيح لاستضافة البطولة، يمكننا فقط الرجوع إلى قواعد الفيفا لاختيار البلد المستضيف لنهائيات 2026 لا سيما القواعد الأخلاقية المدرجة فيها. وتتضمن قواعد الترشح لاستضافة كأس العالم تحذيرا صريحا ضد أي أنشطة تقوم بها حكومات دول ترغب في تنظيم البطولة ربما تؤثر سلبا على نزاهة عملية تقديم ملفات الترشيح وتحاول التأثير على عملية الاختيار. ثقافيا، وتحت شعار جميعا من أجل مشروع سياسي يعبئ لبناء منطقة مغاربية ديمقراطية ومتضامنة، نظمت لجنة المتابعة للمنتدى الاجتماعي المغربي بتعاون مع منتدى بدائل المغرب والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ندوة تمحورت حول البحث عن السبل الكفيرة لبناء وحدة المغرب العربي الكبير. كاميرا كابا 24 تي في كانت حاضرة بالندوة وأعدت لكم الروبورتاج التالي بعدسة الزميل أنس العميري. بمناسبة الذكرى 60 لإعلان طنجة، نظمت لجنة المتابعة للمنتدى الاجتماعي المغربي بتعاون مع منتدى بدائل المغرب والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم بطنجة ندوة تحت شعار من أجل مشروع يعبئ لبناء منطقة مغاربية ديمقراطية ومتضامنة. الندوة اليوم رمزية، أولاً باش نحيو الذكرى 60 ديال إعلان طنجة حول الوحدة المغاربية اللي تنسات وكاين الابتعاد عليها. فإذا هاد الندوة غتعطي الخلاصات الكبرى ديال الدراسة اللي قاموا بها 7 ديال الباحثين مغاربيين حول الكلفة ديال انعدام هذه المنطقة وهذه الوحدة المغاربية. إلى شأن الفني، حيث افتتحت مساء أول أمس الخميس بطنجة فعاليات الدورة 9 لملتقى هواة الموسيقى الأندلسية أندلسيات طنجة،
والذي تنظمه جمعية نسائم الأندلس في الفترة الممتدة بين 26 من أبريل والخامس من ماي المقبل. تقريرنا في الموضوع مع الزميلين بلال كمال وأسامة أزين. هنا بمركز أحمد بوكمخ انطلقت فعالية دورة التاسعة لملتقى هوة الموسيقى الأندلسية بطنجة تحت عنوان طنجة جسور نحو العبور. هذا الملتقى هو عرس لكل الطنجاويين ولكل الولوعين ولكل الوافدين على مدينة طنجة خلال الأربع الأيام التي تحتفل بها مدينة طنجة بهذا العرس الأندلسي، والذي يذكرنا بزمان الوصل الأندلسي. وفعلا أن كل أحياء مدينة طنجة وكل أرجاء بيوتها تتنسم بنسمات ربيعية وتحتفل بهذا التراث الأصيل. نهاية النشرة، نشكر لكم طيب الإصغاء والمتابعة، ودائما للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني كاب 24.tv. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.